هتكلم على المشاكل بقى، كمل لي بقى انت، لان انت متعايش اكتر مع هذه المشاكل الصحية، ومنهم مشاكل صحية بتدخل في نطاق الجراحة برضو. طبعا طبعا. تحياتي لحضرتك وكل السادة المشاهدين وكل فريق العمل. السمنة المفرطة هي مرض مزمن شديد الخطورة، وهو يمكن احنا هو ليست حاجة تجميلية خالص. يعني احنا طبعا لما بنعالج السمنة المفرطة احنا بنعالجها من المنظور المرضي. احنا يمكن لما يبقى في بعض المرضى هو يعني هو مش فاهم طبيعة المرض، هو فاكر ان هو يعني دي حاجة بس بسيطة يعني او حاجة تجميلية يمكن التغاضي عنها. احنا لازم نعرفه ونقول لكل العالم ان يعني ده مرض مزمن شديد الخطورة، والدهون في حالة غليان مستمر طول الوقت. احنا يمكن في حاجات كان ما كانش العالم يعرفها زمان عن الميتابوليك سندروم، او كان اسمه سندروم اكس، وكان كل ما زاد قطر البطن من السمنة والكرش يزيد او البطن تزيد، كلما كان عرضة او معاه يعني طول الوقت حاجات متعلقة بالسكر، مصاب بالسكر ومصاب بالضغط والكوليسترول، وتلاقي عرضة اضعاف اضعاف الناس الطبيعيين للتعرض لامراض القلب ومشاكل القلب، ويعني طبعا المتكررة الى ان تم الى انا يعني بعد شوية بعرفه بقى بعد كده انه ده ميتابوليك سندروم او حاجة طبية اسمها مرض السمنة المفرطة المرضية. فطبعا السمنة علاجها ليس اختياري خالص. يعني احنا اتكلمنا كتير جدا عن المشاكل الاجتماعية، ويمكن حضرتك اتكلمنا عن تأخر سن الزواج او تأخر الانجاب حتى بعد الزواج، عدم القدرة على الحصول على عمل، ده مشاكل اجتماعية كثيرة. ويمكن الاطفال اتكلمنا عن التنمر، واتكلمنا عن حاجات تتعلق به حتى في السن الكبير عدم القدرة. يعني انا مريض سمنة مفرطة في سن 60 سنة، وزني 150 كيلو ولا 160 كيلو، اروح فين؟ عايز اخدم نفسي. انا مش عم بعمل حاجة تجميلية خالص. انا ليست تجميلية السمنة، علاج السمنة المفرطة ليس اختياري، هو حاجة مرض لابد من علاجه، مش عشان بس المشاكل الاجتماعية، لا، عشان الحاجة المرضية. انت سنك 60 سنة عايز تروح تاكل وتشرب بنفسك، عايز تروح الحمام بنفسك، عايز تقضي متطلبات اليومية. يعني هو ازاي انا هبقى وزني 160 كيلو وانا سني 60 سنه 65 سنه؟ ده بقى غير شنط الادويه المختلفه من ضغط وسكر وكوليسترول، وتلاقي المفاصل مش شايلاه فبياخد ادويه المفاصل، وظهري بيوجعني والكلى فيها تاثير. طب الناس اللي هي مصابه بالسمنه المفرطه وعندها سكر، دول الشبكيه اخبارها ايه؟ الكلى اخبارها ايه؟ الاطراف الاعصاب بتاعتها والمشاكل اللي هي الكوليسترول اللي هو في الشرايين بسبب السكر، ويعني إعاقة عن العمل اليومي. مين في وظيفة يعني تحتاج لحركة كويسة بيقدر ياخد حقه في وظيفته؟ محدش بيقدر يعمل كده. فخلينا طبعا نرجع الأمور لأصلها، أن السمنة المفرطة هي مرض مزمن شديد الخطورة، واجب العلاج وليس حاجة تجميلية خالص. هو واجب العلاج وإمرجنسي كمان، طوارئ يعني، أنا بعتبره يعني سرطان العصر. أنا يعني شايف أن ده خطر جدا. أطفال بتقعد بالسنين عندها صعوبة في التنفس أثناء النوم ومش عارفين نعالجه إزاي. روح بقى اعمل يعني افحص نفسك بقى عند كل التخصصات، هو مالكش إلا إنقاص الوزن، وقال عنده تداهم في الكبد إنزيماته عالية، هيتعالج فين؟ ما هو لازم تنزل وزنك، ما هو إنزيمات عالية واحد وزنه كبير، تديله علاج إيه للكبد ولا تديله؟ واحد عندها تكيس مبيض ما بتخلفش أو متأخرة أو الدورة مش منتظمة، هيتعمل لازم إنقاص وزن، مفصل عايز يتغير، اتركب مفصل على اي وزن ان شاء الله. الكلى اللي هي فشل تام وعايز يزرع هيروح فين؟ هو لازم انقاص وزن. انا قصدي في حاجات ما يعني مالهاش، هو لازم انقاص وزن، لازم في عمليات السمنه المفرطه. لما قالوا ان عمليه تكميم المعده او تحويل مسار المعده بانواعها دي حاجات طبيه بناء على تعليمات منظمه الصحه العالميه من 1991، جايد لاينز ما اتغيرتش حتى الان، بل بالعكس ده الاوزان كانت زادت. الامريكان دلوقتي لما خلت الكتله بتاعه الجسم على 35 هم خلوها 32 وابتدوا يشتغلوا عليه. يعني قصدي ان الناس خدت القرارات اللي هي اقل من الطبيعي دلوقتي عشان تخلوا قرار العمليه على كتله على كتله جسم اقل، عايزين يشتغلوا. الابسوف كان اظن من 3 4 سنين كان اخر ابسوف اتعمل، مش الاخر بقى، ده هو من 3 4 سنين كان في امريكا
كان على انه مرضى السكر ما انتش لازم تزيد وزنك، انت كتله جسم 32 سكرك مش منتظم اعمل العمليه. اه وانت ليه اقعد اخد انسولين واخد علاج للسكر اللي هو ما بتعالجش اصلا؟ هو مين بيعالج السكر؟ ولا ايه العلاج اللي هو الجذري للسكر؟ بتطير على قراصه وعلى كده انسولين وتلاقي الانسولين زاد وتشبع خد نوع تاني، هتلاقي نفسك طبعا في دايره. هم نزلوا الحاجات دي لان هم قاريين المستقبل اكتر او قاريين الحاله الصحيه اكتر. هو فكر انا هصرف على عنده قد ايه انسولين، واصرف عليه على اعصابه، اصرف عليه على الشبكيه، والعند لو قاعد من العمل هيكلفني قد ايه، وهصرف عليه قد ايه في البيت. طب ما تعمل عمليه تنزل الوزن ده، وزنه زي يعني ده تفكير اقتصادي اصلا كمان اكتر منه تفكير صحي يعني. وهم لما عملوا الكتله بتاعه الجسم 35 هو كان ده قصه كلها. طبعا العيان بيبقى توتال انشورد، هو لو قلل الكتله عن 35 ده انت هتلاقي نص امريكا بقى عملت العمليه. فطبعا كان معلي الكتله عشان بس الناس الاليجيبل للسيرجري ما تبقاش عاليه كتير. فالوضع لو اتاخد بصوره صحيه انت هتلاقي والله يعني مفيد جدا جدا.